يا عم انت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطل وقعقع في البيداء غير مزركل وصار بكل أركان العقيش مقرنصا وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت وايه يا عم انت بتعرفوا على ايه ده عمال يا هفلط باي كلام. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبس ده نفضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم بعد ان سمعتموني ايها الساده الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللندي. مرة أخرى. اللمبي اللمبي. والآن سوف تستمعون للمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا أشعر يا لمبي. يا عم بقى خمعت لنا. سمعونا سقفة من حبيب النبي بقى. أسامحك لا. أغفر لك لا. أنا مش نبي ولا إله. كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح. دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. شفت بقى سيدي الشاعر العظيم تعيان ولا ايه؟ من اين اتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم فبروح كاتب المشعره. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ اكيد طبعا. هل هونيك شعر المسلزيك؟ عذرا اوعى تقول لي نسيت اسمي. هبص على فرتكتك وشك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس انه ملبس حر اكتبه البسه عندما اكتب الشعر ولا ايه؟ اذا يا قوم يا قوم انني اعلن لكم ان الفائز بجائزه الشعر معذرة الاسم مرة أخرى فإن اللمبي. ولو نسيت أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار ده الدينار الكويتي ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه؟ أيوجد هنا مصرف صرافة؟ وما هي الصرافة؟ هو الشنش العملات مكتب صرافة زي اللي في ميدان لبنان عارفه؟ نعم إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخم 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 بخم. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل أرأيت السجع؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة
من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ كلكم نساء؟ لعزة العلاني ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم استوب موشن شوية؟ أنت إيه؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيالهم؟ ولكنك إذا لعبتني ها؟ أنا همرمم بك الأرض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج؟ ها؟ المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج؟ إيه ده؟ ده أحمد مرعي ده؟ ولا أحمد مرعي؟ لا أظنك تستطيع أن تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلاح ليك الصغنطط ده. يا كاميرات فين يا لا؟ هتشوفني دلوقتي المخرج هتشوفني؟ خذ هذا. هذا. ماشي. قضيت على نفسك أيها المسكين. أبو قولوا لي الخيمة بتاعت المخرج فين؟ يلا أهو يلا. لهجتك غريبة ولكني صعقت لك. وعاملين خدعة. شوف بص بقى، شفت بس العقاد الميزة بيبقى انتاج مكلف. شركة فرنسوية هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل. مع السلامة. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك إيه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس اللي قاعد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. إيه؟ فين؟ أنتوا ميتين ولا إيه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام تزيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأعلام وتزهد الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بيعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عود إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، الجميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ وده الفيلم، أصل أنا حضرت تصوير الفيلم في الجبل مع ال اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده، جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها ما رايك في هذا؟ هذا انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد راجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه من كان.
مانيكان ده، ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان، ده انت مختمس الشخصيه يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل، وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه بدور فاخره. بدور على الكاميرا، بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها بعشرة دنانير فقط. نعم، عشرة درنين ليه؟ ده موجود في أي حتة باتنين ونص. انزل على سوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب، هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار كثيره. ويحك، من هذا طلعت حرب؟ يا دي يخرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشتغل معاك برضو. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب انت، برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس، ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا، أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي، حلو قوي، ماشي، انني كوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا هديه مني له. حفظتك الالهه. حفظتك محافظه الهديه، ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله علي، أيوه. من اين تلك الملابس؟ ما دي الشنسات اللي انا بقول لك عليها، ده من عندي مول تلعب حرب. انه جيد جدا. عبدالله. وتلك القلادة من تلعب حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوده. سعيد قطعوده ده بقى خد من عنده بقى ايه احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعوله؟ من قطعوله؟ اريد ان البس. انتظر. انت يا عم بالراحة يا عم عليك. ما هو عبدي، عبدي ما تندمكش ابو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وانت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفه دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. انه اسود وانا ابيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا، ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجوميه. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكمبيرس بالذات. هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد. تفضل تفضل. وادي يا عم الدرانيد اهي معايا، بس اقيس الاول، مش يمكن تطلع ميكس مارشال ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف، ما خلف. اقترب يا سيد، اقترب. صناعة الشام. ايوه هتعمل بقى دي كده. ايوه انزل. ايوه اطلع تاني السوشي.